الله يعطيكم العافية. بنجي للقسم الثاني من المحاضرة السابعة، ونتابع مع التأثيرات الدوائية للأسبرين. التأثير الهضمي، مثل ما بنعرف البروستاجلاندينات لها تأثيرات مفيدة على المعدة. البروستاسيكلين البي جي اي 2 يثبط إفراز حمض كلور الماء في المعدة، بينما البروستاجلاندينات بي جي اي 2 وبي جي اف 2 الفا تحرض على إفراز المخاطية التي تحمي جدار المعدة والأمعاء. هلا الأسبرين شو راح يعمل غيره من الإنسيد؟ راح يثبط كل البروستاجلاندينات المفيدة وغير المفيدة الالتهابية. المفيدة على المعدة راح يثبطها، وبالتالي شو راح يصير عندي؟ شو راح يصير؟ راح يصير اضطرابات هضمية، ما عاد في شيء يحمي المعدة، وزيادة في إفراز حمض كلور الماء، ونقص في تشكل المخاطية الحامية للمعدة، وقد يؤدي الأمر إلى نزوف ونقص فقر وفقر دم بنقص الحديد. التأثير على الصفيحات الدموية. هلأ بالصفيحات الدموية في عندي نوعين من البروستاجلاندينات، واحد اسمه ترومبوكسان A2 هو اللي بيساعد على ارتصاص الصفيحات، وفي عندي نوع تاني بي جي اي 2 او بروستاسيكلين ينقص قابلية ارتصاص الصفيحات. هلأ الجرعة المنخفضة من الاسبرين 81-60 ملي جرام تثبط انتاج ترومبوكسان A2 لانها تثبط الكوكس، وبالتالي تنقص قدرة ارتصاص الصفيحات. وهذا التثبيط غير عكوس، لان الصفيحات لا تحوي نواة، الصفيحات لا تحوي نواة، وبالتالي عندما الأسبرين يثبط الكوكس لن تستطيع تثبيط كوكس جديد، وبالتالي ستفتقد مركب ترومبوكسان A2 لفترة طويلة، طيلة فترة حياته اللي هي بين 3 إلى 7 أيام، ذلك تأثيره مديد. إذن نتيجة لنقص تصنيع مركب ترومبوكسان A2 الذي يساعد على الارتصاص، فعملية ارتصاص الصفيحات تنقص، وبشكل يؤدي إلى فعل مضاد للتخثر وإطالة في زمن النزف. الاستعمالات العلاجية للأسبرين كمضاد التهاب وخافض حرارة ومسكن ألم، وبشكل خاص في داء النقرس، الحمى الروماتيزمية، الالتهابات العظمية، وداء المفاصل الرسياني، كما يستخدم في الصداع وآلام العضلات. الاستخدامات القلبية الوعائية، يستخدم الأسبرين حينها كمضاد ارتصاص صفيحات. هي بنحكي عنه وقت بنحكي عن مضادات التخثر. التأثيرات الجانبية على الجهاز الهضمي، إن معظم التأثيرات الجانبية هي على للأسبرين الواضحة هي اضطرابات هضمية، غثيان وإقياء، ومن الممكن حدوث نزوف هضمية. على الدم، التثبيط غير العكوس للكوكس أو السايكلوأكسجيناز الموجودة في الصفيحات والمسؤولة عن تشكيل مركب ترومبوكسان A2 تؤدي إلى تثبيط ارتصاص الصفيحات وإلى إطالة زمن النزف. وهذا التثبيط مثل ما قلنا يستمر طيلة فترة حياة الصفيحات حتى تأتي صفيحات جديدة من نقي العظام. هالعملية بدها حوالي أسبوع، لذلك أنا إذا مريض بدي أعمل له جراحة وعم استخدم أسبرين بدي أطلب منه توقف عن استخدام الأسبرين قبل أسبوع. على الجهاز التنفسي بجرعات سمية، فإن الأسبرين يسبب تثبيطا تنفسيا، أي بالجرعات السمية الكبيرة، يؤدي إلى حماض استقلابي. أما السمية الخفيفة للأسبرين تتضمن يعني فرض جرعة، بس مو فرض جرعة كبير، تسمم خفيف هذا بنسميه، يتضمن الغثيان، الإقياء، فرط تنفس، تشوش عقلي، دوخة وطنيف الأذنين. بس ملاحظة صغيرة، لاحظوا الفرق تأثيره على الجهاز التنفسي. بالجرعة السمية الكبيرة كتير بيعمل تثبيط تنفسي، بالجرعة السمية الخفيفة أعلى بشوي من الجرعة العلاجية بيعمل فرط تنفس. هلأ مركبات الإنسيد، خلصنا من الأسبرين. مركبات الإنسيد مركبات كتيرة، ما لح نقدر نلحق ناخدهم كلهم، مركبات متنوعة. عم ناخد أهمهم، ومنها الإيبوبروفين الشائع الاستخدام اللي له اسم تجاري مشهور ومتداول، حتى الناس العاديين بيعرفوه، وهو البروفين. الليبوبروفين كيميائيا من مشتقات حمض البروبيونيك، وطبعا باعتبار هو انسيد فله تأثير مضاد للالتهاب،
مسكن ألم وخافض حرارة، كما يعدل وظائف الصفيحات، يعني ينقص قدرة ارتصاص الصفيحات، وبالتالي بيوقف النزف حتى يوقف. هذا نسميه إطالة زمن النزف. يستعمل بشكل واسع لمعالجة التهاب المفاصل والالتهابات العظمية المفصلية، إلا أن تأثيراته الجانبية الهضمية أقل شدة من الأسبرين. طبعا هو مثبط عكوس للسايكلو أكسجيناز. الأسبرين هو الوحيد من بين مركبات الإنسيد الذي يثبط السايكلو أكسجيناز تثبيط غير عكوس، ذلك يثبط تصنيع البروستاجلاندينات. معظم تأثيراته الجانبية تتضمن اضطرابات هضمية ما بين عصر الهضم إلى النصف الهضمي، كما تتضمن تأثيراته الجانبية الأخرى اضطرابات عصبية مركزية مثل الصداع، طنين الأذنين والدوخة. هلأ مثل ما قلنا، نحن دائما البروستاجلاندينات الالتهابية التي تعطي مظاهر الالتهاب المزعجة مسؤولة عنا الكوكس 2. الكوكس 1 هي بتعطي تأثيرات بروستاجلاندينات مفيدة، فأنا نظريا لازم ثبت الكوكس 2 وبعد عن الكوكس 1 ما أقرب عليها. هذا الحكي سهل نظريا، لكن في الواقع صعب. مركبات الإنسيد التقليدية من الأسبرين والديكلوفيناك والإيبوبروفين لا تفرق بين تنتين، مع ذلك استمرت المحاولة لإيجاد مركبات تستطيع نوعا ما تثبيط كوكس 2 وترك كوكس 1 بحالة مثبطة، وبالتالي تخفف آثار الجانبية. هالمحاولات نجحت نجاح محدود، وتم مثلا تصنيع دواء السيروكوكسيب يلي هو مثبط أكثر انتقائية للكوكس 2 من الكوكس 1. وفي الواقع في التراكيب المستخدمة علاجيا لا يوجد تأثير لهذا الدواء على خميرة الكوكس 1. إن فعل السيروكوكسيب التثبيطي للكوكس 2 فعل عكوس ويحتاج إلى وقت. يستخدم هذا الدواء لمعالجة التهاب المفاصل والالتهابات العظمية وتدبير الألم، وعلى عكس الأسبرين فإن السيروكوكسيب لا يثبط ارتصاص الصفيحات لأنه ما بيثبط الكوكس 1، ولا يزيد زمن النزف، وليس له تأثيرات جانبية هضمية واضحة بس ضمن الجرعات العلاجية. أخيرا الأسيت أمينوفين، أو الاسم المعروف أكثر الاسم العلمي الباراسيتامول أو السيتامول. الأسيت أمينوفين حطيناه ضمن مضادات الالتهاب غير استيرويدية، رغم أنه ليس له تأثير مضاد التهاب، بس ليش حطيناه ضمن مركبات الإنسيد؟ لأنه يثبط تشكيل البروستاجلاندينات. بس أني بروستاجلاندينات؟ طبعا البروستاجلاندينات الالتهابية. بدي ارجع نوه لنقطة مهمة، انه في الحالات الالتهابية عندما يحدث لدينا فرط في تصنيع البروستاجلاندينات الالتهابية، يحدث ذلك في الجهاز العصبي المركزي CNS وفي المحيط. البروستاجلاندينات التي يتم تشكيلها في الجهاز العصبي المركزي مسؤولة عن الألم والحرارة، أما البروستاجلاندينات المحيطية مسؤولة عن الالتهاب. الأسيت أمينوفين حتى الآن ولسبب غير معروف حتى الآن يثبط تصنيع البروستاجلاندينات في الجملة العصبية المركزية فقط، ولا يثبطها في المحيط. لذلك الفعل الدوائي تبعه خافض حرارة ومسكن ألم، وليس له فعل مضاد للالتهاب باعتباره ما بيثبط البروستاجلاندينات المحيطية المسؤولة عن الالتهاب واللزمة. طبعا لا يؤثر على وظائف الصفيحات باعتبار البروستاجلاندينات محيطية في الصفيحات ولا على زمن النزف. استعمالاته العلاجية، يشكل أسيتامينوفين البديل الآمن عن الأسبرين كمسكن ألم وخافض حرارة، خاصة إذا المريض عنده اضطرابات هضمية. الأسبرين ما بجوز تعطيها، بينما الأسيت أمينوفين آمن لأنه لا يؤثر على البروستاجلاندينات المحيطية، ومنها المفيدة ومنها الموجودة في المعدة. أو المرضى اللي ما بدي أعمل لهم إطالة زمن نزف، أو إذا مريض ما في داعي ياخد مضاد التهاب، ما عنده حالة التهابية، مجرد حرارة وألم وصداع.
أو عند الأطفال كخافض حرارة. التأثيرات الجانبية بالجرعات العلاجية العادية الأسيتامينوفين خال عمليا من الآثار الجانبية الملفتة، ويقتصر الأمر وبشكل ضئيل على حدوث اندفاعات جلدية وتفاعلات تحسسية، ومن الممكن حدوث بعض التغيرات العابرة في تعداد الكريات البيض. هي يعني آثار جانبية نادرة جدا، اندفاعات جلدية يعني مثل التحسس احمرار، لكن عند الاستعمال طويل الأمد وبجرعات كبيرة أكثر بكثير من الجرعات العلاجية، هون دخلنا في الناحية السمية، ممكن يعمل سبات ناجم عن هبوط سكر الدم وتنخر في الكبد وفي الكلية. وشكرا لكم.